السلام عليكم. انا كنجي نخيم كل عام في هذا المخيم تاع الشمش، احسن مخيم لا المخيم لا الباترون ديالو، ونجيو نفوجو ونجيبو الوليدات، تجي بنتي من فرنسا تجيب وليداتها ونجيو نفوجو كل عام. ان شاء الله العقبه العام الجاي، والله يجعل ربي يرفع علينا ان شاء الله هذا الوباء، تولي الامور كما كانت. ونشكر اصحاب الكاميرا والله يجعل ان شاء الله، ونشكر السي منير كل عام نجيو عنده ويفرح بينا ويرحب بينا، والله ينصر سيدنا. واحسن مخيم هو المخيم تاع الشمش، نقي وزين وما عندنا ما نقولوا، محترم، يجيو له غير العائلات، والله يحفظ الجميع. انا عندي شهر هنايا، عندي شهر ان شاء الله، ومن مور العيد واخا نكمل شهر نزيد، ما نسخاش باش نروح. السلام عليكم. كنشكروا هذا المخيم، ودائما كنجيو نخيموا في هذا المخيم الشمس، فيه ناس زينين واجواء زينه هنايا، والله ينصر سيدنا محمد وعمي منير مسكين هو، الله يعطيه الخير وعزيز علينا هذا المخيم بزاف، ما غاديش نقدروا نطلقوا به. نفوجوا انا والعائله ديالي وبناس خوالاتي، المهم عزيز علينا هذا المخيم بزاف، دائما كنخيمو انا وبناس خوالاتي. شكرا لك. جينا حنايا من مدينه وجده وجينا للسعيديه باش ندوزو مع وليداتنا الكومبينغ تاع في الكومبينغ تاع الشمس، والشمس مزيان وفيه كاع الشيء اللي كاين يعني في الكومبينغ، المهم كاين كل شيء، كاين الدوش، كاين الشيء نقي، كل شيء مزيان الحمد لله. كي دايرين لنا الكاميرا ما كيسرقوا لينا، ما يديروا لنا حتى شي حاجه، الحمد لله في الامان، كلتنا في الامان، عندنا العائله وصافي. عندنا كنجيبو معنايا، ما كنبغيو ما نبغيوش نكريو الدار، كنبغيو نجيو للكومبينغ لحقاش ولادنا كيتعرفوا على ناس اللي جايين من الغرب، الدراري الولاد كيلعبوا معاهم، كيجيو الناس عائليين حتى هما، كيجيو حتى هما من اللي كيجي من اكادير، راه معنا هما دابا جوا لنا جايين من اكادير، جايين يخيموا هنايا. الناس هذوك اللي ليها جايين من الرباط، واحد الناس جاي من مدينه فاس، المهم كاع المغرب كيجي تقريب للشمس، للسعيديه بلاج زوين والكومبينغ زوين ومالي مزيانين وكل شيء مزيان الحمد لله. كاين الفران، عندنا جوج تاع الفران، فرود الخبز هو هنا وواحد هاو كليها، جوج تاع الخبز، الحانوت هاو في فم الباب، كاين الحوانت، كاين القزار، كل شيء كاين، كل شيء متوفر فيه. الحاجه اللي بغيناها، كيجي عاوتاني اللي كيبيعوا الخضره في الطريق، كاين اللي يجي حتى البن كيدوز علينا في الطريق، كل شيء كاين، كل شيء كاين هنايا، كل شيء الحمد لله. تقريبا الا بغينا ما نهبطوش للسوق ما نهبطوش، كل شيء نتقداوه من هنا. السلام عليكم. سميتي اشراق عزام، مدينه وجده. كنجيو المخيم كل عام حيت كيعجبنا الامبيونس ديالو، داك الشيء علاش كنجيو، كنفضلو حسن الديور. كيعجبنا الاجواء العائليه، كنتلاقاو مع ناس برانيين، الولادات الصغار كيلعبوا برا، كيعجبهم هذا الشيء الامبيونس، حتى حنا كنرتاحوا، النفسيه كترتاح مع هذه الجائحه اللي رحنا ندوزو فيها. ايوا واش نقول لك اولدي، المخيم مزيان ومالي مزيانين، حنا كل عام نجيو نعيدو نخيمو هنا، وهذا العام حنا نقولوا ان شاء الله نعيدو هنا، مالي مزيانين، الجو تاع المخيم مزيان، مالي المخيم اللي يجيو هنا يخيموا يسولوا علينا وتسولوا عليهم، حنا عائله وحده ودايرين داكشي تاع التباعد، حاضر راسنا وما علينا والو، وغادي نعيدو هنا ان شاء الله، وغادي نعيدو هنا ان شاء الله، فتوالفنا حنا نجيو هنا. السلام عليكم. حنا درك توالفنا هذا الجو نتاع الصيف نجيو له كل عام، ضروري خصنا نخيمو. الحمد لله مخيم الشمس مخيم معروف مزيان، المرافق نتاعو مزيان، يعني دايرين داكشي نتاع التباعد نتاعنا، والكمال على الله. حنا درك عائله وحده، حنا كلشي عائله، لو كان ما نجوش كل عام نخيمو هنايا ما تشقناش، واخا كورونا واخا كلشي توالفنا نجيو الحمد لله على كلشي، داري الاحتياطات نتاعنا، نجيو حنا وليداتنا وحنا وحبابنا، واخا ما نعرفوهمش، حنا عائله وحده، نتلاقاو نتهضروا نتسالموا الحمد لله على كلشي. اولا وقبل كل شيء تنشكروا هذا المنبر الاعلامي اللي جا زارنا هذا النهار. مخيم شمش معروف غني على التعريف، تيجيو عندنا الناس، واخا هاد الايامات راه شويه اقبال باقي ضعيف بالمناسبه ديال عيد الاضحى، ولكن مورا عيد الاضحى يعني تنشوفوا نظنوا غادي يكون اقبال كبير. الحمد لله المخيم مزيان، كاع المرافق الحيويه اللي فيه يعني الاساسيه راه موجوده مفرق، مخيم حدا يعني مراقب بكاميرات، كاين سيكيورتي الحمد لله.
كل شيء موجود، كل شيء عندنا الحمد لله. وخايدين واحد دايرين الاحتياط شويه على يعني بهذا الشيء ديال الكورونا، راه دايرين شويه على الاحتياطات. وتنتمنوا يكون هذا الموسم ان شاء الله يكون موسم مزيان، لا غير الموسم اللي قبل كان الموسم مع الكورونا. وتنتمنوا هذا العام ان شاء الله يكون الموسم مزيان. وتنرحبوا بجميع المصطافين اللي الكليان ديالنا او العابرين، مرحبا بهم في هذا المخيم. يعني هو غني التعريف يعني مخيم شمس صراحه. الحمد لله المخيم كاع يعني كاين مقهى امامنا، عندنا مقهى، كاين ريستورون، عندنا يعني مواد غذائيه، كل شيء يعني في المخيم. يعني تنتمناو عا يكون الموسم مزيان وتمشي لينا هاد كورونا، هاد الشيء ما تنتمناو. وراه يعني خدنا كل شيء، درنا كاع جميع احتياطات على هاد كورونا، ونتمناو الخير ان شاء الله لهذا الموسم.